مرحبا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ ان شاء الله بخير. ياكم سيد حسين، انا ما ولدت التعلم على الايفون. قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يوصلك الجديد. طبعا اليوم يا شباب عندنا تحديث مهم جدا للايفون والايباد، وهو 12.2. طبعا شهر كامل ما نزلت ابل تحديث، واللي بالامس تعود لنا بهذا التحديث الجديد. طبعا يا شباب انصح الجميع بالتحديث في هذا التحديث، لان التحديث هذا مهم جدا وفي اصلاحات كثيرة، خصوصا للايفون 6 وايفون 7 والايفون اكس. فيا شباب خلنا نتوجه لصفحة التحديث. فاول شي تدخلون الاعدادات، تحديث البرامج، تنتظرون قليلا وراح يطلع التحديث. طبعا يقول لك بالنسبه للايفون اكس واكس اس واكس اس ماكس واكس ار، ضافوا 4 انيموجي جديده، وايضا سووا تحسينات على السفاري، وضافوا مميزات جديده في الاير بلاي. طبعا الاير بلاي اللي ما يعرف اللي هو انعكاس الشاشه، هذا وين تحصله؟ هذا بعد ما تفتح الكنترول سنتر ومركز التحكم، مثل ما تشوفون هذا خيار انعكاس الشاشه. طبعا هذا ايش فايدته؟ يعني شنو هذا؟ هذا لو انت حبيت تشبك اللي هو جوالك على التلفزيون، بهذا الطريقة تقدر انك تشبك جوالك، بس مسوين عليه تحسينات واضافات. انا ما ادري وش الاضافات بالضبط لانه ما حدثت للحين. طبعا واضافوا عليه مميزات كثيرة في هذا التحديث. فاما للتحديث نضغط هنا على تثبيت تنزيل تثبيت، نكتب رمز الدخول الخاص بالهاتف او الايفون. طبعا التحديث موجود للايفون والايباد، وانا انصح الجميع يحدث. طبعا اللي ما بيحدث بعدين بيقول لي عندي مشاكل وما يطلع لي التحديث لانك انت ما تحدث اول باول. طبعا التحديث يتطلب 840 مساحة من الهاتف، ويبغى له واي فاي وطاقة بطارية أكثر من 50%. وطبعا يا شباب مثل ما قلت لكم، لو تبون تعرفون معلومات أكثر عن التحديث مجرد تضغط على هذا الخيار اللي هو أوكي، تضغطون عليه مثل ما تشوفون بيعطيكم ميزات التحديث كامل. أبرز المزايا اللي قريتها حاليا إن أضافوا خدمة الفايف جي أو شعار إي اللي من الآيفون 8 وهو رايح. يعني احنا حاليا عندنا احنا الفور جي او ال تي اي، فضافوا الفايف جي او اي، يعني تصير عندك النت قوي. وايضا يا شباب مثل ما تشوفون هني واجد اشياء واشياء ضافوها، فاتمنى تقرونها وتعطوني رايكم في التحديث. يا شباب هذا هو الايفون بعد التحديث، طلع لي علامة الخط وعلامة لابد. طبعا من يخلص هذا الخط راح يتثبت التحديث. فيا شباب وصلنا للختام، لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر. اتمنى اللي حدث يكتب لي. طبعا التحديث ممتاز، جربته على جهاز ثاني. اتمنى اللي عجب التحديث يكتب لي في التعليقات، ويعلم الجميع ان التحديث ممتاز. وصلنا للختام، لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر. بس يا شباب مع السلامة.